يقول في سؤال آخر: ما حكم استخدام الكحول الأبيض في تطهير بعض الجروح، وهل ينقض الوضوء؟ إذا كان هذا الكحول يسكر فإنه لا يجوز استعماله لأنه نجس، لأن الصحيح أن المسكر نجس وحرام، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تداووا ولا تداووا بحرام، فلا يجوز استعمال ما يسكر من الكحول والأشربة وغير ذلك. نعم. يقول: هل ينقض الوضوء؟ لا ينقض الوضوء، ولكن يغسل ما أصابه لأنه نجس. نعم.